بسم الله الرحمن الرحيم. بعون من عند الله وبتوفيق منه واهتداء بكتابه وانطلاق من قول الحق تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها عاصمتنا الحبيبة طرابلس من حروب واقتتال بين الإخوة في الدين والوطن الذي أضر ضررا بالغا بالسكان الآمنين في دورهم وسبب فوضى ودمارا كبيرين، تنادى عيان بلديات الجبل الغربي والزاوية وزليط والشاطي وأصدر البيان التالي: وقف رقم واحد، وقف إطلاق النار فورا بدون قيد أو شرط. حل اثنين، حل التشكيلات المسلحة التي تم تشكيلها بعد سنة 2011 ميلادي بجميع مدن ومناطق الدولة الليبية وإدماج أفرادها وتسليم آلياتها ومقراتها لوزارتي الدفاع والداخلية، على وزارتي الدفاع والداخلية إعادة ترتيب الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها على وجه السرعة. تتولى الجهات المختصة المحافظة على الأملاك العامة والخاصة ووضع خطة عاجلة لحمايتها. خامساً، تحميل البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي تبعيات ما يجري من أحداث داخل وخارج العاصمة طرابلس. سادساً، نحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولياتها الكاملة لحماية المدنيين وممتلكاتهم. سابعاً، نحمل وسائل الإعلام المحلية والدولية مسؤولياتها حول الصراع الدائر في العاصمة طرابلس ومطالبتها بتوخي الدقة والمصداقية في نقل الخبر. تاسعاً، نطالب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بسرعة العمل على توحيد المؤسسات السياسية والسيادية بالدولة. عاشراً، في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بالبيان، يتم دعوة جميع الليبيين للنزول إلى طرابلس وإعلان العصيان المدني والمتمثل فيه. ألف، قفل الشوارع الرئيسية وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. باء، قفل خطوط وحقول النفط والغاز. جيم، عدم التعامل مع الهجرة الغير شرعية. 11، لمتابعة تنفيذ بنود البيان تم تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات والأطراف المعنية تضم جميع المشاركين في الاجتماع. حرر بمدينة غريان بتاريخ الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2018، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا ليبيا.